ازيكم؟ عاملين ايه؟ هعمل النهارده معاكم مكرونه. مكوناتنا النهارده ما يعني ما عندناش مكونات كتير، يعني مكرونه والكيس، كيس صوص الجبنه، تمام، كيس دول. قلت اجربه كده. هنجربه بقى مع بعض ونشوف هيطلع حلو ولا مش حلو. تمام، هو بيتحط، هو مكتوب على طريقه التحضير. ماشي، بيتحط ربع لتر من صوص الجبنة، يضاف عليه 40 جرام، تمام. هنا بقى هجرب. تمام، هحط اول حاجة بقى ايه، المكرونة تتسلق. احنا محتاجين معانا مكرونة مسلوقة بس، وهنعمل بقى الكيس بقى مع بعض ونشوف هيطلع طعمه حلو ولا لا. تمام، هسيب بقى المكرونة تتسلق، هحط لها بس معلقة ملح كده، لأن الصوص اللي احنا هنعمله دوت محطوط في ملح، محطوط في كل حاجة. هحط كده بس حبة ملح على قد المكرونة وبس، حبة مش كتير يعني، على قد المكرونة بس. ماشي كده، هسيبها بقى تستوي براحتها خالص، وهشوف بقى صوص الجبنة بقى هنعمله ازاي. تمام، هنا المكرونة بتستوي او استوت، هقفل عليها بقى خلاص. هديها تقليبة كده واقفل عليها. هي زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت. ما بحط الزيت مع المكرونة، يعني لو مثلا كشري ماشي بحط زيت مع المكرونة وهي بتتسلق، اي حاجة تانية لا، عشان كده يعني لما بحطها مثلا في بشاميل ما بحطش زيت، ولما بعملها بطماطم وكده بحط الزيت عشان الصوص يعني تشرب الصوص اللي انا حاطاه فيها. هنا بقى مكتوب على طريقة التحضير، بيتحط له مية وبيتدوب في المية كده على البارد، وبعد كده بعد ما يدوب بقى في المية خالص برفعه على النار. عايز اقول لك بقى، اول ما فتحت الكيس كده كان ريحته حلوه قوي. تمام، هتحط هنا حبه ميه، مش هحط كتير يعني، وانه يبقى تقيل احسن ما يبقى خفيف، يعني عشان يبقى طعمه كده مركز وحلو. تمام، انا بقى هدوبه كده في الميه على البارد، وهرفعه على النار، وهفضل برضه وافضل اقلبه على النار. لحد لما يتقل معانا. ماشي، هنقلب بمضرب كده عشان ايه يدوب بسرعة، ما يبقاش مكلكع. وبس اول ما يدوب بقى كويس هقوم رافعاه على النار. تمام، كده خلاص بقى داب. هرفعه بقى على النار واسيبه لحد لما يتقل، وهقوم حطاه على المكرونة. بس كده المكرونة استوت، وانا اهوت حطيتها على النار اهوت، هفضل اقلب فيه لحد لما يتقل وبس. لو اول مره تشوف بقى القناه اعملي اشتراك واعملي لايك وتابع الفيديو للاخر. انا كده بقى خلاص هفضل اقلب في لحد ما يغلي وهرجع لكم تاني. تمام،
زي ما وريتكوا بالظبط. تمام. وبعدين حطيت بقى المكرونة، صفتها من المية، طلعتها كده بالمصفى او بالمعلقة اللي فيها مصفى، ونقلتها على الصوص عشان يشرب كده وتبقى كلها طعم واحد، وقلبتها وهغرفها بقى على كده وادوق واشوف بقى حلوة ولا. هي ريحتها مش قوية قوي، هو اول بس ما تفتح الكاس كده تحس ان ريحتها حلوة قوي، ريحتها جبن، فاهماني؟ فبس مش قوية كده، ما اعرفش ليه طعمه مش قوي. عايزك مثلا تزود على بقى ايه، جبن، جبن يعني مبشورة. تمام. وانت بتقلبيه المفروض كنت تزودي جبن مبشورة مشكلة كده عشان الطعم يبقى تقيل. هو في طعم بس مش تقيل، خفيف قوي. ماشي. ممكن بقى تحط عليها اللي انت عايزاه. تمام. انا هنا حطيت عليها فراخ، قطعتها كده وقمت عشان تدي طعم وكده يعني. ماشي. وزي ما انتوا شايفين يعني مش تقيل خالص خالص، وخفيف قوي والطعم خفيف قوي. مش عارفة بقى ليه انا حطيت كمية مية قليلة، وكنت مفكرة لازم لبن او كده، لقيت مكتوب على مية فقمت حاطة مية. تمام. ودوبتها في المية، ومرضتش اكتر مية عشان تبقى تقيلة وطعمها حلو. تمام. بس كده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، تستنوا الفيديوهات الجديدة. عايز اقولكوا بقى ان طعمه حلو بس مش تقيل، طعمه جميل قوي، بس عايز يتأكد على الطعم شوية ان انت تزودي شوية جبنة شيدر، رومي كده، الحاجات اللي لها طعم. هو طعمه مد على الشيدر بس على خفيف قوي، طعمه مش تقيل خالص. تمام. وفراخ كمان حاطيها طعم حلو، ممكن تقدمي معاها كفتة، ممكن تقدمي اللي انت عايزاه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.